نبتدي مع بعض بداية الشوط الثاني بعد ما رجعنا من الاستراحة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنبدأ دلوقتي في مقادير الكحك أو الكعك الفلسطيني. مقادير الكعك الفلسطيني بالعجوة: عندي نص كيلو من الدقيق، كوباية من السميد البسبوسة الناعم، 3 معالق كبار من اللبن البودرة، 3 معالق كبار من السمسم المحمص، معلقة حبة البركة، وده اختياري، تقدروا تزودوا منها لو حابين تحطوا 2. احنا الحقيقة عملنا 2 في النسخة، طلع طعمه يجنن. رشة من الملح، معلقتين كبار من دقة الكحك مطحونة. هي ايه الدقة؟ هنتكلم عنها. هما ليهم زي ريحة الكحك كده زي اللي عندنا، بس هما بمقادير مختلفة. طيب، معلقة كبيرة سكر ناعم اللي هو سكر البودرة يعني، كوباية ونص من السمن، معلقة كبيرة محلب مطحون، كوباية ينسون مغلي. طيب، الحشوة عندي عبارة عن نص كيلو من التمر المفروم، العجوة الطرية الحلوة، هضيف عليها معلقة صغيرة من السمنة على البارد، ومعلقة صغيرة من دقة الكحك بتاعتهم اللي هي عبارة عن شمر وينسون ومحلب. هنقول دلوقتي مقادير دقة الكحك: نص كوباية من الشمر، ربع كوباية من اليانسون، معلقة كبيرة من المحلب، جوز الطيب أو فانيليا على حسب. دي هي دقة الكحك اللي بنتكلم عنها. تعالوا كده ناخد بس تحميصة الأول للشمر واليانسون قبل ما ناخد منهم الكمية اللي احنا عايزينها. بصوا، نخليهم يتحمصوا حلو. يعني ايه تحميصة حلوة؟ نطلع الزيوت الحلوة اللي فيهم علشان يبقى نكهة الكعك ده جميلة. بصوا كده، تحميصة من غير أي مادة دهنية، يدوب طاسة جافة تماما على النار، بسخنها هي الأول وأنزل فيها الخليط ونقلبهم كده مع بعض. شايفين الريحة تبدأ تطلع كده، الزيوت تبدأ تطلع منهم وتقوي النكهة جوه الكعك بتاعنا. طبعا ليهم كعكات وليهم طريقة الحلبة بتاعتهم اللي بيعملوها دي رائعة. معانا أم محمد، سلام عليكم أم محمد. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ أهلا بيكي يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا بيكي. إزاي حضرتك يا شيف عظيمة؟ أنا كويسة يا روح قلبي، أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة والله الحمد لله تمام. حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي، دايما بخير. أنا أول مرة أكلم أي حد في التليفون على فكرة. يا حبيبتي ده شرف ليا، على راسي من فوق والله بجد. بس الصراحة أنا بحبك وحبيتك أكتر لما رحتي قناة الأهلي. يا رب يخليكي، يا رب يخليكي يا حبيبة قلبي، تسلمي لي، أنتِ أهلاوية صميمة. ده أنا بموت 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 في الأهلي. ما شاء الله ما شاء الله حبيبتي، تسلمي يا رب. دايما كده في فوز وتألق، دايما النادي الأهلي متألق دايما بكل نجومه الحقيقة يعني. ربنا يبارك لك وتألق كمان بحضرتك، يعني حضرتك حبيبتي متألقة وانضميتي للناس المتألقين. الله يخليكي، كلك ذوق، شكرا ليكي. يعني الكلام الحلو ده كتير عليا والله حبيبتي. لا والله حضرتك تستاهلي كل خير والله. الله يسعد قلبك يا روح قلبي. طب قولي لي، مالكيش أي طلب؟ طيب لا والله أنا بكلمك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيبة الأول حبيبتي، وانتي بألف صحة وسعادة. أم المسلمين كلهم بخير. آمين يا رب، آمين. والأهلوية كلهم طيبين. آمين. وحبيب قلبي كابتن محمود الخطيب اللي ربنا يخليه لنا يا رب ويصحى بخير. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. طبعا كابتن محمود من الناس الراقية أخلاقيا. أنا إخواتي الأكبر مني سنا، طبعا أنا بشكرك على مداخلتك جدا يا حبيبتي. يعني يعرفوه على المستوى الإنساني، ويعني كانوا الناس بيتحاكوا هذا الجيل عن أخلاقياته، خلقه، هو إنسان على خلق فعلا. فببعت له تحية، وإلى أن ألتقي بيه على خير إن شاء الله، وتحية لكل من يقوم على إدارة هذه القناة المحترمة. يعني بجد أستاذ إيهاب الخطيب وكابتن إسلام الشاطر، أنا بوجه لكل موجودين في القناة وكل من يقدم برامج في قناة الأهلي تحية لحضراتكم. بصوا بقى، أنا حطيتهم هنا، خليني بس أقفلها حل. أيوان بس كده. تعالوا بقى نروح عند هنا نطحن الشمر واليانسون. بسم الله.
نحط بقى معاهم هنا الريحه، مش قادره اقول لحضراتكم التحميص ده مهم قوي للتوابل، بتعزز النكهه جدا. بصوا الدخان طالع ازاي من التحميص، ايه الجمال ده، ايه ده، ايه الريحه دي. هحط شويه محلب عشان ندينا بقى الدقه الجميله دي بتاعه الكحك الفلسطيني، مميزه بتاعه اخواتنا في فلسطين. بصوا بقى انا اصدقائي وعشره عمري كلهم عايشين في فلسطين في رام الله. شوفوا الجمال، انا مش قادره اقول لحضراتكم على الريحه. ده بقى يعني ايه، حتى لو عندكم ينسون للشرب حمصوه بس على نار تحميصه كده وحطوه في البرطمان، وايه وسيبوه الاول يتهوى عشان البخار اللي وريته لحضراتكم ده ما يكونش سبب رطوبه جوه البرطمان. فالايه فالخليط، بصوا بقى شايفين الريحه، بسم الله ما شاء الله. على فكره تقدروا تعملوا منه القرص بتاعتنا، تخيلوا بقى لو ده اتحط في القرص بتاعتنا كمان، القرص الساده. الله الله. ومعانا حاجه سعاد، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امي، اهلا بحضرتك. حبيبتي ربنا يبارك لك ويحفظك حبيبتي يا رب، ويتعبك ويحفظك. امين. الله، احلى دعوه، طول العمر لحضرتك، طول العمر لحضرتك يا فندم. انا مش قادره اقول لك، انا سعيده جدا انك على قناه قلبي وروح الاهل. يا حبيبه قلبي حبيبتي. ربنا يديم على حضرتك الصحه والعافيه يا رب دايما. امين. كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. ممكن انا بحب طبعا الكحك والحاجات دي، بس الحاجات دي تقيله عليا. تمام. ممكن مثلا قرايص بالزيت، حاجه خفيفه كده شويه. طبعا. ممكن الفنان يعمل قرايص، اي حاجه كده. عينيا، اقول لحضرتك حاجه بسيطه وخفيفه وما فيهاش سمن وزبده وحاجات كده. حاضر. ربنا يبارك فيك. عينيا لحضرتك. ومبروك للنادي الاهلي. تسلمي. وانت شايفك بقى هتيجي بعد العيد ولا في رمضان بس؟ ان شاء الله ابقى معاكم بعد العيد اذا كنت ضيفه خفيفه على قلوبكم. لا ده انت خفيفه قوي، خفيفه ولطيفه وجميله. الله يسعد قلبك، كتر خيرك يا امي، تسلمي لي. محترمه، والكلام محترم ما بتجيبش غير محترمه. الله يخليك يا فندم. شكرًا. وكل سنه وكل الناس طيبه. شكرا لحضرتك ولمداخلتك، غالي عليا يا فندم والله جدا، في حفظ الله. شكرا وقدام على حضرتك وعلى اسرتك الصحه والعافيه يا رب. طبعا يعني كلام انا والله مش عارفه اقول لحضراتكم ايه، بس الكلام ده بجد غالي عليا جدا. انا فعلا الدعوه اللي من القلب واللي دعتها لي كانت مامتي الله يرحمها، وطول العمر لحضراتكم كانت بتدعيها لي. هي كلمه يطعمك ما يحرمك ويحبب خلق الله فيكي. شكرا. الحمد لله. تسلموني يا رب. هناخد بقى كده اول خطوه، والخطوه دي هتعرفنا طريقه لما نستخدم معمول. هنعمل مثلا معمول احنا اللي فيه نسبه السميد، في ناس ما بتعملش المعمول بالدقيق بس. خلينا كده نشوف هنتعامل معاه ازاي. انا بدفي السمن، انا لا عايزه اقدحها ولا حاجه، بس لازم تسخن شويه. طيب هاخد كميه الدقيق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا. وبعدين كل المكونات الجافه دي، وبعدين هاخد كده رشه ملح بسيطه، وهاخد عندي الحبة البركة معلقة، عندي شوية من المحلب المطحون، عندي السمسم المحمص، السكر معلقة، وعندي اللبن الباودر، وعندي سميد البسبوسة. وأهلا أهلا يا زينة. مساء الفل يا عمري عظيمه في الدنيا. يا نور عيني انتي، يا رب انا لازم اشوفك يا زينه وابوسك من خدودك واعدهم بجد، عشان انتي عايزه اقول لك انا بحبك جدا جدا جدا، وحتى كل ما بكلمك مش بشبع منك. يا نور عيني انتي، يا رب اسعد قلبك يا زينه روحي، يا رب اسعد قلبك دايما يا حبيبه عمري، ويحفظك لمامتك. سلام عليك، انا اقول ان شاء الله ربنا يوفقنا في الماتش بتاع بكره. يا رب يا حبيبي يا رب، طول ما انت بتدعي هيبقى ان شاء الله كل خير. ان شاء الله. وكنت عاوزه اطلب من حضرتك البسكوت اللي هو بالبرتقال. عينيا انزل لك طريقته حالا دلوقتي على الشاشه حالا. انت تأمري يا قمر. ميرسي يا حبيبتي. العفو يا نور عيني، في حفظ الله يا حبيبه قلبي، في حفظ الله يا حبيبتي. بصوا بقى قلبنا المقادير دي كلها مع بعض. بعد اذنك يا نودي، احلى بسكوت بالبرتقال ينزل حالا عشان زينه. وهاجي بقى اخد السمن كده،
ننزل الحليب المكثف الاول لفراوله وبعدين ننزل الايه البسكويت برتقال. بسم الله. بصوا هحط كده، لازم ابس في المرحله دي كويس. ليه بقى؟ علشان حبات السميد اللي انا حطيته بتاع البسبوسه ده يتفتح، لانه بيبقى ناشف، فلو ما تبسش صح مش هيتفتح معايا حلو ويديني الوصفه مش مظبوطه. معانا بقى مقادير الحليب المكثف، قولوها لي بقى في ودني. هي اعتقد كوبايه سكر بودره وكوبايه، انا هنا مضاعفه المقدار، ماشي، 2 سكر بودره، كوبايتين لبن بودره، وعليهم كوب ماء مغلي، ومكعبين زبده عشان يدوله الدسامه الحلوه بتاعته. ونضرب كل القمر ده في الخلاط يا فراولتي، وان شاء الله يطلع معاكي احلى حليب مكثف محلى. هتاخديه تحطيه في حاجه ازاز، وبعدين تحطيه في الثلاجه عشان ياخد القوام اللي انا وريته لك الحلو ده. هو الطبيعي كوبايه كوبايه لنص كوبايه ميه مغليه، بس انا هنا ضعفت المقادير. بصوا بس بقى شايفين ازاي لازم تدخل المقادير كده جوه بعضها. يا سلام بقى لما تبيتوا البس ده تسيبوه ساعتين ثلاثه او من قبل بيوم، يا سلام. عايز اقول لحضراتكم هتذوقوا طعم بقى كحك جميل جمال ما شاء الله عليه. عايزين ننزل بقى الوصفه بتاعه بسكوت البرتقال لزينة، وطبعا علشان ننزل قراقيش او البسكوت اللي بالزيت اللي احنا عملناه امبارح، او ننزل المنين، وانا اقول البدائل ايه. ماشي يا حبايب قلبي، بصوا الجمال، بصوا بقى اهو، هاخد بقى كده وابدا ابس كده. ندخل بقى ايه السمن في حبات الايه الدقيق مع السميد بشكل جميل كده. عايز اقول لحضراتكم ريحته بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رائعه. انا كنت بطلع بيتنا وكان جيراننا فلسطينيين ربنا يمسيهم بالف خير، وكنت اشم ريحه الحلبه الفلسطيني، وكان لازم يعزموا علينا واحنا طالعين. الحقيقه يعني ليهم اكلات جميله جميله جميله. بصوا الجمال ده بقى، هسيبه ساعتين ثلاثة، ساعتين ثلاثة يبدأ إيه يعني يقعد مع نفسه كده، والسمن الدافي ده يدخل في مسام الإيه السميد والدقيق بشكل كويس. هبدأ بقى. طب نقول ألو. ألو. أيوة. ألو. أيوة يا شيف عظيم، أنا بحب حضرتك قوي وأنا من مشجعين الأهلي. أهلا وسهلا يا حبيبي، أنت ولد؟ اهلا بيك، ازاي اسمك ايه؟ طيب اسمي عمر. يا حبيب قلبي يا عمر، ازيك؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي. يا حبيب قلبي احبك الذي احببتني فيه، يا رب سعدك يا رب يا عمر. وكمان كنت متابع حضرتك، وانت كمان لما انت كنت على الاهل. يا حبيب قلبي ربنا يخليك، انا مبسوطه قوي ان انت كلمتني النهارده. وانا مبسوط اكتر عشان انا بحب حضرتك قوي. يا حبيب قلبي يا روح قلبي، انا كمان بحبك، هتكلمني كتير وتقولي انت عاوز ايه اعمله لك؟ انا عايز حضرتك تقولي لي ازاي اعمل الوافل. الوافل حالا من عيوني اقوله لك حالا يا حبيب قلبي. متشكره ليك قوي يا عمر، متشكره جدا. تعالوا بقى نقول وصفاتنا الاول عشان ما نتاخرش على اصدقائنا اللي طلبوها. نقول الوصفه بتاعتنا. بصوا بقى انا عندي هنا عملت ايه بقى هنا. بصوا بعد بقى ما انا اخدت كل الحاجات الحلوه دي طحنتها مع بعض وحطيتهم وسبتهم فتره زي ما قلت لحضراتكم، فتره يعني بعد البس ده 3 4 ساعات تمام. وهنزل مقادير بسكوت البرتقال عشان زينة القمر معانا اهي جاهزه. يلا يا اولاد على الكيلو دقيق يا زينة. هاخد بقى ايه، هجيب ينسون من اللي انا حمصته ده، اعمل كاني بعمل كوبايه ينسون بس هغليها شويه. معانا بسكوت البرتقال يا زوزي 500 جرام من الزبدة النيوزيلندي، و750 جرام من الدقيق، و200 جرام سكر بودرة، و 100 ملي من عصير البرتقال، وعندنا معلقة كبيرة من برش البرتقال أو من إيسانس البرتقال من عند العطار اللي تحبيه حطيه، ومن 4 لـ5 بيضات، وطبعا فانيليا. هنطحن الأول الزبدة مع السكر لما يبقى خليط كريمي جميل ويفتح اللون ويبقى حلو قوي. بعدين نبدأ ننزل بالبيض بيضة بيضة مع الفانيليا لحد ما كل الخليط يتشرب البيضة، أنزل اللي بعدها وهكذا
طبعا. بعد كده ابدا بقى ايه اضيف اللي هو عصير البرتقال والايه والايسانس الجميل، ولو عندي كمان قشر برتقال تبقى الدنيا جميله جدا. هحتاج شويه سوائل بسيطه، طبعا ده اليانسون بسقي بميه اليانسون، تمام. ادعم بقى الطعم اهو، بسم الله، شايفين الجمال. دلوقتي بقى هاخد من هنا على العجوه دي اوري لحضراتكم شكل العجين ده، لازم يرتاح شويه واشكله. بصوا بقى خلاص احنا دلوقتي هنعمل كالاتي. بصوا العجينه عامله ازاي، جميله جدا، الله الله الله. تقدروا بقى تخلوها كده من غير عجوه لو حابين. طيب ناخد العجوه كده حته صغيره، واري بس حضراتكم عملت عليها السمنه ازاي، وليه انا بحطها على البارد عشان ما تنشفش مني. انا مش عايزه الخليط ده لما يدخل الفرن ينشف، فعشان كده بعمله على البارد. يا دوب بديها معلقه صغيره تطعيمه وشويه صغيرين من ايه من دقه الكحكاهي. هعمل انا بقى دول كده مع بعض، اهرسهم بايدي وانعمهم، وهستسمح حضراتكم نطلع استراحه ونرجع نستعد للاكسترا تايم، مستنيه حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي هنبدا في الاكسترا تايم. ودلوقتي بصوا انا عجنت العجينه، الله على البنات لما دخلوا يشموا الريحه. بصوا بسكوت القرفه طلع، مش عايزه اهزه بس عشان ما يتفتفتش، خليني ايه هستنى دقيقه، هو سخن قوي. بصوا الجمال، بصوا بصوا، مش قادره اصلي، هو سخن. بصوا الجمال، الريحه بقى مش قادره اقول لحضراتكم. بصوا المكسرات اتحمصت كمان شويه معانا، بقت رائعه، بسكوت جميل. شايفين بقى الشروخ الحلوه دي، رائع. بصوا بقى ناخد ايوه ناخد بقى كده من الكعكات دي، طبعا ده لازم يرتاح شويه على الاقل نص ساعه. الكعك ده ما ينفعش اشتغل فيه على طول، بصوا بريحها شويه، يعني لازم الكحكه العجينه ترتاح. اما بترتاح بتشرب نسبه السوائل لانه فيها نسبه سميد، فما تتغروش ان هي طريه دلوقتي، هي ما هتقعد شويه وترتاح هتتشرب نسبه السميد، عشان السميد ده بيمتص نسبه السوائل اعلى من الدقيق. طيب وبعدين هاخد كده منها مثلا ولتكن قطعه، بعملها كده كده، وبحط بينها الايه العجوه دي، القمر اللي احنا عملناها على السمنه، معلقه السمنه اللي على البارد، وده علشان انا مش عايزاه ينشف مني جوه الفرن. وابدا اقفل بقى، يعني خليني ايه افتح هنا كده، عايزه الم دول على بعض، وخلوا حاولوا تبقى اللي بره دي بس، انا بحبها الحقيقه كريسب، يعني مليانه شويه العجينه. طبعا حضراتكم تقدروا تخلوها مش مليانه، يعني تقدروا تعملوها خليط العجوه ارفع وما يكونش خليط مليان. هنعمل بس كده، وهبدا اعملها كده، شيل دي كده، بصوا الجمال كده شويه، وعايزه الفها هنا واعمل كده هنا كده، واحط هنا في الصاج علشان تبدا ايه اسخن الفرن 180، وبرده تدخل. هو محتاج الاول حراره شويه، ممكن تبقى ازيد من 180 اهو. كعكات كده جميله، تعالوا نعمل واحده ثانيه. عايزين تصغروا شويه الكعكات براحتكم، انا يمكن بحب اعملها كبيره كده، فالواحد ياخد واحده مغذيه كده. بصوا العجينه هنا، انا هنا اديتها سوائل احلى من اللي كمان خمرت. بصوا يعني بصوا الفرق، بصوا دي لما هتخمر، بصوا بصوا الجمال والريحه، مش قادره اقول لحضراتكم على الريحه اصلا. كميه المحلب واليانسون والشمر دي مع بعض رائعه جدا اهو اهو. بنقفل كويس، نقفل كويس ونبدا. بصوا الجمال، العجينه طريه ومش مشققه. معانا بسمه، اهلا اهلا.
اهلا وسهلا يا بسبوسه. بحبك جدا. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا والله ويسعد قلبك. وانا مبسوطه ان انت على قناه الاهلي. يا حبيبتي كتر خيرك، شكرا ليكي والله، كلك ذوق، ميرسي لذوقك جدا. انا اللي اسعد والله بوجودي معاك وصدقيني. بقول لك 115 سنه خير وحب للنادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله، يا رب دايما يا رب دايما في تالق وتفوق ونجاح ودايما رافعين راسنا دايما. وانا مبسوطه ان انا معاكي على القناه. يا حبيبه قلبي اسعدتيني والله، شكرا لمداخلتك وشكرا لكلماتك الراقيه دي، شكرا ليكي. شكرا بجد والله، بشكر حضراتكم بجد، يعني كلامكم ده على راسي من فوق، لو تعرفوا قد ايه انا ببقى سعيده ومبسوطه، فربنا يسعدكم كما اسعدتموني. بصوا بقى هندخل بقى الوحدات الحلوه دي، طبعا بعد ما يخمر زي ما اتفقنا نص ساعه بنغطيه ونسيبه بقى يخمر شويه ويرتاح عشان نقدر نشوف نسبه السوائل مظبوطه ولا مش مظبوطه. ده اللي اتخمر وده اللي المفروض يكون شكله عشان حضراتكم تبقوا عارفين. بصوا الفرق بين العجينتين دي، بصوا ماسكه نفسها ازاي، ودي لسه فيها طراوه لسه ما تشربتش، وبصوا دي غامقه سنه، هيبدا بعد كده يبقى التوابل، لو زودتوها هيبقى الدرجه دي، التوابل لو هي بسيطه هتبقى الدرجه دي، اللي يريحكم. انا عن نفسي حبيتها عشان الريحه بتاعتها والقيمه الغذائيه اللي فيها. طبعا هندخل الفرن على حراره 180 وياخد بس اللون الذهبي ويبقى تمام. يلا بينا. دلوقتي